نسكن بربي حبيت نسال اسكو الكاليفيكاسيون تاع باغ اكزومبل اتوديونت في جيستيون دي افير ولا جيستيون ان جينيرال اسكو سا با انفلونسي معناتها الاكسبتاسيون دو بروجي والمونطون معناتها كي غادي تبقى اكي بكريكا قلت لكم فيما يخص معناها كايدي البروجي فكره مشروع ديما ناكدوا ونعاودوا على الفكره بتاع المشروع والجديه بتاع قاعده المشروع. علاش على هذا؟ حتى معناها يكون عنده مستوى معين في ميدان معين نيفو سوبيريور باغ اكزومبل في ميدان معين، مي هو عنده غرام عنده ميولات كبيره ميدان اخر الا يعرف روحه كانه نعدي فيه اضافه ولازم يقدم فيه ولازم يبدع فيه. دونك البي تي اس تقول له نجم انت تبدا في الميدان هذاك ما يقلقناش، مي يجب تكون انت متمكن من الميدان هذاك، انت متمكن في الميدان هذاك، مي حاجه تاكد الكلام هذاك هي حكينا عليها بكريكا فيما يخص السي في، شركه كفاءه مهنيه. شركه كفاءه مهنيه تنسق مع الاداره الجهويه للتشغيل، يعملوا جور بتاع تيست، كلها يلقاك انت متمكنه، دونك يعطيوك هذه شركه كفاءه مهنيه الا تقدم بها انت الدوسي نتاعك. والنجم نمشيو في التمويل نتاع المشروع اللي انت بيان سور تحب تنشط فيه ولا تحب معناها تمشي فيه وعارفه نفسك اللي باش تبدا وتعطي الاضافه. دونك الدبلوم سوبيريور نتاعك مش كل حاجز انه يخليك ما تمشيش في الميدان الا انت تحب تبدا فيه مشروع. دونك النجم انت عندك دبلوم في ميدان معين، مي المشروع نتاعك في ميدان اخر. نجم نمشيو فيه البروجي هذاك، مي لازم تكون عندك كاليفيكاسيون معناها بابراس كي جوستيفي لابليكاسيون تاعك الا هي شركة كفاءة مهنية. اون بيان سور نجم نعمل بي تي اس بي تي بي هذوك حاجات، مي احنا اسهل حاجة هي شركة كفاءة مهنية. لما سبق زميلي قال لك انا المدة نتاع شمال ماكس لازم تاخذ تتجاه الإدارة الجهوية للتشغيل، دونك ينجم يوفر هيك شركة كفاءة مهنية، دونك تحطها في الدوسي نتاعك. وفيما يخص التعليم العالي بيان سور سيت ان انديس فافورابل اكثر منه الناس الاخرين قالوا باش تقبل معناها البروجي نتاعك ولا معناها التمويل نتاع مشروعك، مي راهو مش حاجز ولا معناها ما عندوش شخص ديبلوم سوبيريور انا ما نجمش نتمتع بالسقف التمويل اللي هو كما قلت لكم 150 الف دينار. دونك فيما يخص سؤالك ضروري جاوبته. اي معناتها يكون بريفيليجي اكثر. بيان سور اللي عنده ديبلوم سوبيريور باش يكون بريفيليجي اكثر. مي ديما نقول لكم فيما يخص ليدي بروجي والبيع اون بيرسون لازم يكون معناها قولوا احنا فرد روحك. فهمت، اما حسيت فما شويه تناقض خاطر تقولوا عندك كل سوا عندك ايدي ولا ما عندكش ايدي تنجم تجي ونعطيك ايدي، او ميم طون قلت بلي كونديسيون لازم بيع في المشروع يكون عنده درايه بالتيران معناتها والمارشي او الروح ما عندوش ايدي. حكيت لك انا برغم معناها مؤسسه تمويل حكيت لكش معناها الاستركتور تبويل الاخرين الا هو باش يوفر لك المعلومه باش يوجهك باش يقول لك كيفاش تعمل ليتيود باش يقول لك كيفاش معناها المنهجيه نتاع الدراسه. انت خاطر باش تجي مؤسسه التمويل باش تجي حاضر انت تجي حاضر بالليتيود نتاعك بالكونيسونس بروفيسيونيل بلا معناها اي حاجه تزيد تعطيك الاضافه باش انت دوسيك تقبل. دونك حكيت لك انا معناها مؤسسه التمويل فينونسمون اما البقيه اللي تحكي عليها انت معناها هيك المساند هم ينجموا معناها يدعموك ويوفروا لك المعلومه ويوجهوك. واضح؟ نمشيو ونشوفوا واحد اخر نرجع لك مسير. تفضل سي احمد. كلمه صغيره حكيت لي دير بدرس مزرين ما تكومبري ما نعطيوش لي زيدي مش نجي نقول لك انت لازم تعمل بروجي كذا ولازم تعمل بروجي كذا با دي تو. احنا اللي نعملوه نمشيو بالمثل نقول لك لا تعطي من سمكة بل علمني كيف اصطاد. سيدي نوري شنو هو البوتونسيال كي اكزيست في الريجيون باش نفير بارابور دي كومبيتونس شنو الحاجات القريبة تعطيني لي زوبورتينيتي. اي فوالا ونعطيك كيفاش تنجم تو فاليد تون ايدي. مي سي تافو ليدي دايور هو سامي وسيوجه كذا يقول لك هما اوندروت بخلاف ليدي اون المال الباع هو جو راهو ركيزه من ركائز المشروع. يعني ما نجموش نجيو الانسان نعطيوه احنا فكره معناها سالي كومبا لا لوجيك. دونك ليدي راهو لازم تكون من عندك انت عندك فكره باش نقيموها مع بعضنا. نجم تكون ما عندكش فكره اصلا لكن باش كيفاش تطلع الفكره هذيك اترافير لي زوبورتينيتي كي اكزيست لي بوتونسيال بارابور سيكتور بارابور ريجيون شنو المؤهلات نتاعك انت وين تنجم تكمل
نجم تكون نراو تكون عندك فكرة باش نكملوا بيا باش ما تقولش نجم تكون عندك فكرة ولا حاجة كذا ونلقاو أنه بتاتا سيبالا ستونتي باش تعمل طول بروجي بلوتولا باش تعدي فورماسيون دونك معناها لا بروميير فاز عملية نتاع انتروسبكسيون أكثر منها عملية نتاع فوالا هاو يدي وفوالا مشي حل. شكرا. ثم حاجة أخرى حابين نأكدوا عليها سي علي باش يزيد يفسرها. هي سألت نوعا ما سألت زوج سؤال، السؤال الأولاني على أساس عندك فكرة مشروع ومش تحل، لكن الشهادة لازم جاوبك عليها جاوبك عليها سي سامي على أساس تعمل قرض بتاعك، لأنك تعملش قرض تنجم غير حتى الشهادة كي تنجم كما معناتها تنجم البادي بتاعك. بالنسبة للأخرى إذا كان أنت ما عندكش فكرة مشروع وتحب تحل مشروع فما كما حكيت انا بكري فما الاليات خاصه بيك معناتها فما الموران تاريخ النموذجيه البحث عن افكار جديده هذه ما نقولكش قول كبار الحلو مي كيفاش تلقى فكره كيفاش تصنع افكار جديده مع هذيك ودو معناتها تدخل الطاجور معناتها في مكتب التشغيل وينشطوا معناتها خبراء من داخل الوكاله تنجم تشارك فيه وتجي مرحبا بيه ديجا بيانتو عندنا اكسيون ان شاء الله اول الشهر الجاي ان شاء الله. بارك الله بارك الله فيك سي علي. نجم تكون في مكتب التشغيل او في فضاء اخر ها معناها حتى معناها نجم نجيو لنا في صياده نعملوا مورال معناها سابقا سوزان قطعي اذا كان نلقى النومبر في صياده ولا في لمبه ولا مع بعضكم ونو كان خبز معناتها نجموا ننسوا مع بعض نعملوا حتى لهنا هو التكوين هدايا تكوين في الطريقة النموذجية للبحث عن أفكار متجددة معناها أنت عندك رغبة في الانتصاب للحساب الخاص عندك أفكار مازالت ماهيش واضحة برشا هل التكوين هذا يعمل لنا معناها يفوكاليز ليدي ونجم من خلالها تولي عندك فكرة واضحة كيفاش باش تولي إن شاء الله مشروع بعد فما تكوين اخر يجي بعد طوي اذا كان فما سؤال ما كانش توا يحكي لنا عليه مره اخرى تفضل سي هو تفاعلنا مع الاقتراح نتاع سي اسامه رحنا توا في اطار التفاعل مع الهيئات المحليه اللي صاروا هذوما هي فورماسيون مورين فضاء البدر تاع مستيل قام فورماسيون مورين لخيالنا في الوردانين في الوردانين غادي بالذات معناتها كيف في صندي يعني مش بالضروره راهو السونس اللي سيكل دو فورماسيون باش يصيروا في المقرات نتاعنا دونك نجم نمشيو للصياد نمشيو للقصر هنايا نمشيو كيما مشينا للوردانيين ونزار الدين هذا هو فماش تساؤل اخر من عند لخيان Est-ce que les banques d'investissement en général les projets à Douma sinon maintenant les institutions financières là, je suis, à part les banques un projet risqué maintenant produit le service très innovant maintenant de façon nous à 100% change puis là je me suis خاطر عندي جوست فكرة صغيرة ممكن على سيكار ولا حاجة نحب نفهم كيفاش تصير لي سوسيتي دانفيستيسمون كابيتال ريسكي نحب نفهم جوست فكرة صغيرة ثما تيتو طرح زوج أسئلة باش نبدا لي بروجي ريسكي وبعد نوصل لي سيكار بالنسبة للبنك دو موا نحكي على البي اف ام ام نشوفوا بروجي ريسكي ولا لي با ريسكي سي با سولمون بارابور aux promoteurs. Donc, on a trois critères là où on trouve l'évaluation de toute demande de financement. Là où on a le profil ou l'expérience du promoteur dans le cadre du projet. Et l'autre, le projet en lui-même, est-ce que le projet est répétitif ou l'est, fait une concurrence qui est le marché et les porteurs ou l'est, donc à nous, Malcolm, ils font le projet. La troisième composante, c'est les garanties. Si jamais il y a des garanties extérieures au projet à proposer par le promoteur, dit qu'elle a fait un atibar dans le cadre de l'évaluation de la demande de financement. Donc à nous, Malcolm, les trois critères déterminants. Pour voir est-ce que le projet est risqué ou pas. Mais les SICAR, comme les sociétés d'investissement à capital risque, chez Kate Safmar, d'être semaine mochat.
هما كابيتال ريسك علاش على خاطر هما اول حاجه هما سيسون دي سوسيتي دي انفستمون هما شركات استثمار دونك هما سي مستثمر اما كي لا فورم دون بيرسون مورال معناتها سي با اون بيرسون فيزيك مستثمر اما اون سوسيتي سو فورم دون سوسيتي ا كابيتال ريسك على خاطر باش يدخل معاك في البروجي في الكابيتال سوسيال ما يعرفش على روحو اسكو فما ريسك ديما فما لو ريسك على البروجي سوا معناتها non rentable, ça le risque d'un projet même si je suis terminé. Donc, ça va aller sur des SICAR. Et le Roma, il faut bien faire la différence entre les SICAR et les banques. Le mec qui a dit 35% capital social, 65% crédit bancaire. 65% Roma le crédit. Le crédit, le sorti de banque. Les SICAR, ils jouent au niveau de 35%. De 35%. Si jamais le promoteur a de 35%, le col fait bien. Sinon, il est éligible au Fonds de crédit. Si jamais il a un besoin de fonds propres, on va nous chasser de fonds propres, il peut solliciter une SICA à travers une demande de participation, moi je demande de financement. Le SICA est le cas, à savoir, elle accepte ou pas d'intervenir au niveau du capital social. Vite le jeu de le côté innovation sur Pierre. Au départ, tout projet innovant est soumis au risque. Mais là, des services locaux, tout projet est soumis au risque. Un projet classique, il n'est jamais jamais. Donc, déjà, le premier principe, le risque existe pour tous. Deuxième point, le risque peut être maîtrisé et calculé. Ça veut plusieurs méthodes pour faire ça. Ou à travers des projets innovants, des génétiques, des objectifs de projet, autant vous maîtrisez la phase d'incubation, autant vous faites le proof of concept de l'économie et on est intellectuellement, disons. Autant vous avez maîtrisé le processus au niveau du pilote zéro, autant n'a pas ce risque à la loi. Bâtir, il devient génétique, à la chèque, je te ferme les marines techniques du projet. On a un prototype et on a calculé le coût de revient bien, on a calculé tout ce qu'il faut, d'ordre technique et des ressources, des besoins, des handels. On a une étude au marché, terrain, c'est-à-dire que Hazine a le prototype bien, on a eu des promesses fermes, on a aussi certifié le process technique de façon à ce qu'on a, on ne tombe pas ou pas, on a atteint des classiques, accès, on a connu le projet, et le coût, yes, le risque. اللي هو كبير نهار تبدا عندك الفكره دوجور جي باش تعمل بروجي بيان لو ريسك سيء ولا كالكولي ولا ميتريزي وتعرف حتى في الغدوه ان شاء الله كي تخدم معنا تشوف كونتو في على فان اناليز اف اف ام فورس فيبلس اوبورتيونيتي مناس نلقاو لي زوبورتيونيتي اكثر برشا من المناس علاش خاطر فوزافي بيان اونتوري البروجي بتاعك دونك راهو شوف البروجي انوفون او ديبار لي تري ريسكي سيتادي صحيح معاك بلوس كو البروجي كلاسيك Mais s'il est bien réalisé, une phase d'incubation de la chaîne, le risque est de faire. Et il y a des choses. Nous avons des choses à faire, ça rend. Ça m'a mis à moi, je dis. Autant le projet est innovant, on ne parle plus de risque comme ça, en termes de promoteur. On parle de la capacité du consommateur à l'accepter plutôt. Autant le projet est banal, je te fais un temps à risque qui existe là, on s'interroge à son utilité. دونك حتى كي ناخذوها فاصون اناليز يعني لو ريسك بعد ما انت تخدم البروجي بتاعك نوفو على قاعده وتحضر فاز انكيوباسيون على قاعده مقارنة بالبروجي كلاسيك اللي هو او ديبار اقل منك في ريسك او ديبار الاريفي فوتر بروجي نوفو اللي موا ريسكي اللي بلوز اوبورتان كو البروجي الكلاسيك فهمت شنو انا هو انا اليوم نسالو فيه زعما باش يقدر يبيع زعما ينجم يدبر مارشي Alors que si votre projet répond à un besoin marché, plus vous adaptez réellement au marché interne, plus tu maîtrises réellement le process, tu auras plus d'opportunités, mais nous, 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 par contre, nous, 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 donc, n'ayez pas la peur de vous risquer, je dis, pas du tout, l'axe est complètement inverse, c'est tout le marché, chaque contexte de des projets à caractère innovant. Ça vous donne un avantage. لعدة أسباب تو مرة في نحكيو ما فيش اليوم نقطة، لكن أنصحكم أنكم في باسيف في الإنوفاسيون أكثر من بروجي كلاسيك.
Et voilà, on a le concours des nationales d'innovation. Date des mille d'heures, le 28 janvier, on a un BD parcours, les chéricats, les startups, mais on a un série de l'Iran, on a un fait que je vais Google, on a un chemin à Lyon, on a fini le docteur. On a un Google, concours national d'innovation, d'autres portails qui sont utilisés pour ce qu'on a pointé, on a un même avec une simple idée déjà. On a un الكونكور هذا ان شاء الله عندنا فيه ديبري من 47 عشمين وغيرها براتيكمون طول موندي غانيون على فكره من الطريقه الناس كل تخرج رابحه ديجا مومون دي بروفيل دي بروغرام ناسيونال اللي عندنا اون ماتيير معناها دكومبانيمون دو انوفاسيون نخدم كلمه برك باش في بالك اون 2013 عندنا ان فون دون سيكتور تاع لي بروجي في الانفورماتيك اللي تكنولوجي انوفونت سي بوليتيك سي مونتاج سي تي في الفون في 12 مليارات ونا كونسومي كو 15% من كي جا نشوف السبب يا با دو بيزوان ما ثماش ناس تبدا تقعد تحاشم سيدير كو الفلوس راهو موجود والبروجي نوفو على فكره كان داخل تاع ليتيك اللي كان تحكي لي توصل داخل 200 مليون وانت اون فاس دو مرساج ميزات ما صبيش دوسي بار تاعك وفلوس اللي سومي الاف ان جي فونداسيون دو غارونتي يعني ابريوري سي سا كابوت البيلوت يوري انه لو بروجي مش صحيح ولا البروسيس غلط ولا كذا ماكش مطالبه بارجاعها لكن راهو الكوميتي واللي مش عاد عليه سي تري سيفير يعني فو كومان ميتريزي ان بو الحكايه